إديسيون علمي تقدم الشيخ أحمد المازوني والكساسبا الشيخ محمد النمس والشيخ الزين خاطرك حميدة القلقلي وفي خاطر غاشي العطاف كبار وصغار. بسم الله نبدأ بسم الجوادي سبحان خلقي لا شريك له الحي الكريم الخالق لعبادي عظم تقوي عظيم الجاه ذكر الله يطفي مشعل القادي للي يكون مؤمن قلبه يحلاه ثم اصلع على طه محمد الصدق مصدق رسول الله. ثم اصلع على طه محمد الصدق المصدق رسول الله يا سعد من يكفر بصلاة الهادي هذاك خير من رافد كنز معاه صلاة الرسول معظمها خير الزادي صلاة الحبيب تنفي غضب الله والآلم على الخلافة السيادي شرح الدين كما ربي وراه ثم ارضى على فرسان الجهادي نعمرهم في سبيل الله. ثم ارضى على فرسان الجهادي نعمرهم في سبيل الله للغرب عمدوا بسيوف التهنادي مقدمين ربي ورسول الله عقبة دفراسين ما فيهم رادي في كل يوم يجتمعوا عند خباه ويقول في العدو تعملوا مرادي والموت خير من عيشة يا حسرة. ثم ارضى على الصحابة بنخصلهم وشعاءت هما اللسوى والركبة والناس بعدهم غي تعبت نصر الدين بالمحبة الأعمار للجهاد انهنأت نصر الدين بالمحبة الأعمار للجهاد انهنت 60,000 لحقت عقبة حطوا قبل ذاك اللامت بين المعلقة وسبيبة هذا البلاد فم ذكرى أتم حطوا قبل من تاكل متغادي ماشي بعيد للخاطر في معناه نزلوا سيادنا وابنا والفصادي طلقوا على الزرع حتى جامولاه ولد الملك جا ساير من الابعادي عند الخبانز قال اسلام الله ردوا عليه بالسلام الاسيادي واتخاطبوا بهدره وما وياه. ردوا عليه بالسلام الاسيادي واتخطبوا بهدره وما وياه فقال مرحبا يا زنجار العادي حدوا على الزرع والشرط قبلناه راني نروح ونشاور ناس بلادي واللي خلف الامر انا نلقاه. خاطرك يا حبيبي عبد القادر بوسنة مولا لاميز المستقبل في خاطر الحاج محمد قباش وفي خاطر الحاج بن نصر وفي خاطر غشي الاصنام كبار وصغر. انا نروح ونشاور ناس بلادي واللي خلف الامر انا نلقاه رحلوا سيادنا من ذيك البلادي حطوا قريب في شقف النار حذاه
قرب البلاد نزلوا في وحد الوادي صابوا مئة كافر عساب حذا رحلوا سيادنا من ذيك البلد حطوا قريب في شقف النار حذاهم قرب البلاد نزلوا في وحد الوادي صابوا مئة كافر عساب حذاهم رابوا سيادنا للعسام زعما بغوا يا قبضها أمهم ساعة لقوا فيهم هوسما والسيف ما قطعش فيها أمهم ملبسين باللي يقسق هما نخيلهم يا فاهم ماتوا الصحابة خمسة والغير محصى وعداها أمهم من ذا قوم من قوم الروادي أشد الخيار فيهم قبضوا وداهم من ذا قصدروا من قوم الرادي أشد الخيار فيهم رفدوا وداهم دهشوا عديان الله الجوادي كل عل يجري ويشوفوا راه خاطر كادي المي وفي خاطر ولد عمك محمد وفي خاطر غش العطاف من الذق صدروا من قوم الرادي أشد الخيار فيهم رفدوا وداهم هربوا عديان الله الجوادي كل عل يجري ويشوفوا راه تصروا عليهم صربة السيادي قوم رسول فيهم بارك الله اتصر عليهم صربة السيادي قوم رسول فيهم بارك الله الصلاة والسلام على محمد والصدق المصدق رسول الله زادوا سيادنا للكافر صابوا مدينته متبلعة ابنا وشقها بالداير ناظن العادي في الزاعة يوم في الجيش حضر والخلق كل جرادي فيها لما المحل قوموا عسكر افتح الباب وبدا يدفع جيش نعيل غازر غطل وهادي درقوا سيادنا في ذاك المهماه ولو كشها ما في ثور سوادي عامك حل غطل بيض وكساه حبيبي محمد ولد العمري الفرايور وقويدر في خاطرك ولد الشيخ صياد وغشير اليزان ولو كشا ما في ثور سوادي عامرك حلقه قالب يضوك ساهم يسمى تقول يا عبد الله من نادي ذاق الحل ما الامر اللي شفناه جسم تقول يا عبد الله من نادي ذاق الحلم الأمر اللي شفناه لو هو ما صابا وانتم حصادي تحفز يوه من قوة خلق الله قال اشجع عبد الله للميعادي لا تدهشوش من عديان الله
اي عنا المولى في قوم الرادي عيط ببكي ماذا وسفينا خاطر ابي يوسف وخالي عبد الله ودي الشيباني وفي خاطر كائساني عابد وسكان دائرة مازون كبار وصغار باتوا سيادنا يا عرفهم حتى ضوى الحال عليهم باتوا سيادنا يا عرفهم حتى ضوى الحال عليهم جلبز أمر الخليفة فقال له نوض القاهم ولا تودهم بالعفة إلى جبت لي رايصهم انحجزوا حديث ظرافه ونسالوا اش تخافيهم ما الشرق جاونا كلافه يبغوا البلاد تبقى ليهم ذك من جاب ذيك الهفه رغبه نصربت بنوها شامه اطعن البراز ولا بالجهر ينادي ويقول وين عقبه يخرج نلقاهم في الحين جه عبد الله يا لسيادي فقال له اسكت يا عدو والله الحرب له زوجي عدو لجهادي عقبه كبير ما يقدر شي لهواه الحرب له زوجي عدو لجهادي عقبه كبير ما يقدر شيل هواه فقال له المالك وصاني غادي ما طلب البرازل انا وياهم عقبه حين سمعوا يهدر فقال قدموا لي عودي شدوه قايمين الميمار لا تلقش ذي المتعدية شدوه قايمين الميمار لا تلقش ذي المتعدي مو حلق ولا نقصر نبغي نموت في الجهادي كيف نهرم الكافر هو طلب على قصدي اركب عقبة واخرج للجهادي ذاك النهار يوم مشوم ومعتاه كي شدوا طاحوا بهم العيادي ذاك العقر بص عقبة وداه حملوا سيادنا بشحنة وعنادي صابوه من عوم لحقوا بثراه قتلوا يا عشرة من الحسادي والقلب ما براش على مول الجاه قتلهم يا عشرة من الحسادي القلب ما براش على مول الجاه عقب سعى ذاك الخايب وده القصر وتعلى صاب القاعد يكرب دخلوا الخوشين الملق كي قابلوا زها واضطرب دك من ذلو ذا الخصلاء كي قابلوا زها واضطرب دك من ذلو ذا الخصلاء ازها وزاد له في الراتب واكتب له نص الحلق فقال له غدوة تركب وتجيب لي شجي عبد الله فقال له غدوة تركب وتجيب لي شجي عبد الله نبغي نلمهم في مضرب وندير منهم مقتلق أطغوا قال جيبوا نشرب وجيبوا الأكل من اللي يحلق انضيفوا كبير العرب زعما يسكروا بالحلاء
شايفو كبير العرب زعما يسكروا بالحيلة ابدا يجيبلو ويرتب متخلف انواع الاكلة حلو فكان مشوي طيب عندهم من خيار العولاء عقبة قالوا ذا الشي من يهواه الصدق المصدق رسول الله والخمر ليس ما يطعن شي لفادي ذيل ان شاء الله في الجنة نرواه هذا الشي حرام عن أمة محمدي واللي رواه منه عدا والله فقال كل يا ذا العربي ولا نضنق بض عمرك فقال له غاية حبك عمري صعب ماشي بيدك الروح في سيدي ربي ما هوش عبد عاجز كيفك الروح في سيدي ربي ماشي عبد عاجز كيفك ثم تغذاك الزغبي جاب العصا العقبة وحرك عقبة لقى مع الغصبي ولاقه خلقي بالمبرك عقبة لفت مع الغصبي لاقه خلقه بالمبرك سيف ما كان مخبي وجافد مرو يعرف يهتاك ام الخدل الوذن ضربوا بالهنا ادي قاس العصور وحعدوا والله دمه يسل مثل الخدال الوادي خلج خلج يجري ويشوفوا راه دمه يسل من خده مثل الوادي خلج خلج يجري ويشوفوا راه ام الخدل الوذن ضربوا بالهنا ادي قاس العصور وحعدوا والله دم يسل من خده مثل الوادي خلج خلج يجري ويشوفوا راه لا غعلم حاله جاوه هدادي جاوه معه جارياته قرباه الدور عقبه يا لسيادي كثر عليه بالنبلوز اللعناء كثر عليه بالنبلوز اللعناء عقبة من الجراح مسند وغبنه خيبين النية حطوه عن ذاك المفسد وصوته صوت شفاية رفدوه قال لك فوق عمد ومشوا به للمشلية عقبة من جراحة سند غبنه خيبين النيام حطوه عن ذاك المفسد وصوته صوت شفاية رفده قال لك فوق عمد ومشوا به للمشلية داروا عليه كتان اسود وحطوه بين ذيك وذيام داروا عليه كتان اسود حطوه بين ذيك وذيق يسمع تبكي وتمجد وتقول كش من غاشيق اقبل قبلكم يتمرمد غيثوها اصحاب الرايام يسمع تبكي وتمجد وتقول كش من غاشيق عقبه قبلكم يتمرمد غيثوها اصحاب الرايق ذك من جاب حس ويرعد وقبل حسها دوايق والصيف المحالي وكد ويقول عينكم عليا
والصيف المحالي وكد ويقول عينكم معلية عودي يطيح لاخر وجدة والدر كل جيش حذايا من فالحين كل واحد من قرباه والصدق مصدق رسول الله فقال له داني نطعم ذي الوادي ونشوف ذي الشير اللي بانشناه فالحين جه عبد الله يا لسيادي في ساعة قتل وعودوا وداه خاطرك يا الشيخ محمد النمس وغاشي واحد من كبار صغار خاطر غاشي معسكر في ساعة قتل وعودوا وداه ذك من في مراحل سيدو والدمع عقبة والدار يدخل زعما ياخذ بيدو صابو من شراب مخمر سفسه وين قومك قعدو فقال له ما جبت خبر ما شفت صح ليك نعيدو ذا الناس ملقاهم يهتاير تدهش والعربي وكدو والجهنة قبالي تهدر شدوا من ذراعوا رفدوا قاسوا للعلي تكسر نادى على العزرة وجدوا والعود كان فما حضر نادى على العزرة وجدوا والعود كان فما حضر ملبسين كامل جسدوا من صيف تنحاس الأصفار يطعن البرز ولا بالجهر ينادي قوم عرب واحد ولا نهداهم واليوم قال منهم نملا للحادي نصف بليس يتفخر عن ذنساهم وغشي ما تلاقاش مع لسيادي ما بنجرح في جسده ما دواه قال منهم نملا للحادي نصف بليس يتفخر عن ذنساءه وغشي ما تلاقاش مع لسيادي ما بنجرح في جسده ما دواءه ما بنجرح في جسده ما دواءه يطعن البرز عدو والله ولا يقول من يلقاني ويعيط يا عبد الله يحسبوا لا طرفاني اشتدوا نهار وليلة ما بان بينهم قتلاني منعوا الحديد شين الملق وحفز سيف الرهباني قام سيد الزبير وجاءه والصدق مصدق رسول الله فقال له يا مركاح القصة أدي ونقدم هذا الشامخ نلقاه أن تقضي الدين اللي فاتك غادي والوقت كان فاتك لا أجر له طالب علي وناس مزينة خاطر بيت الفحى محمد
وفقال ليه يا مركاح القصادي وانا قديم هذا الشامخ نلقاه وانت اقضي الدين اللي فاتك غادي يا عبد الله والوقت لكن فاتك لا اجر له. وقال المالك راه عندي فرحة كبير وهذا رئيس القوم راني عيت وتلاقى في البراز هو والزبير ومستهون به ما ادراش بخصلاته اه وحين تلاقى به صابوه هند بكير وبغى يهرب للبلاد وبعداته اه وضربوا فحل الفحول ضربه بالتغزير هشيميه من الحديد ووصلاته خاطرك يا عم مصطفى نسمع زونا وضربوا فحل الفحول ضربه بالتغزير هشيميه من الحديد ولحقاته ومن فوق العود طاح مصروع الخنتير يتمرمد في الارض ودمومك ساته وحملوا قوموا عليه مكاش التوخير سلكوه من الموت خاسر في نعتو وروح للدار جات له كم من وزير كم من جاريات جاوا مع مرتو اه ورسل الاحبار واصحاب التدبير قال لهم من يقوم راني كلفتو اه قال لهم من يجيب لصي الله يسمح له سرعوا زبير وارسل الاحبار واصحاب التدبير يا الاحباب وقال لهم من يقوم راني كلفتو اه وسكتوا ما واجبوه شي خير ولا غير قال الدهيت العقل لاش سكتوا وانا ندي طابعو غدوة ونسير اه وقالت اللي هو شجعنا اتيه بذاته دهيت العقل هذه مرة وراي خارج السيد عبد الله بتلقاه خبرني ان الناس تشوف كيفاش يدير معاه السيد عبد الله دهيت العقل ركبت يا السيادي وتقول وين عبد الله نتلاقاه وتقول وين هو عبد الله منا يا دي هو مبرز ومدور لبلايا قالوا لها سيادي ذا فعلك رايا دي سهم الذل يلقاك كبير الجاه اشجع عبد الله للميعادي هذا المرأة شوفوا من يلقاها زادوا الهزا والجبط الوكايادي جات صعب ما لا واش معها عيش بطل من صربة السيادي هذو ادتهم داهي تعقلها زادت تمرة جات ليها بعنايادي انا بحيلتي قالت نغلبها جبت هرا وقلا ليها عدايادي فيها 70 ارطل وزنوها حين تلاقتها زلت بيادي ميمونة لا تعبت بمجيها أدتها وراحت ضي المرايادي بكم لها 13 حسبوها 12 صحبي ومرادتهم دهيت العقل اسمع اللي بسمع وعيا من الصبر وتغيثر منا يا دي وانفحدث لعدق ومرق ليها
جات تلحقو جبرات وكادي ولا في العمر واش يسلكها كي تلاقى معاها حار والعبادي شعلت نار بين قوى بينها والدر لي في ضربتها حق عادي والطر السما ما صاب دواها في الهوى طير حمامة في يدي عبد الله فطر متحرب لها طير حمامة في يدي هو وفتن مطحر بالبلاها حتى قام سيد الزبير ينادي معاها جدول ما تقدر لها أنا عليك متوصية من نادي عالي وصيتو عندي خلاها فقال لي تهلق في ذي الولادي وصيت علي حيدر ما ننساها خاطرك يا عبد القادر ولد الحفاف السياغ تعطي سمسلك في خاطر الشيخ الميلود وزين القصاب خاطرك يا حبيبي عبد القادر الدلمي وغشير يا لارب فقلت هلا في ذي الولادي وصيت علي حيدر ما ننساها خلالي جدول ما فيه فسادي طواع الفاري تكثر منها الأقرى عليها زل التفيادي أعطى الفصل الولدي عذبها بالسيف هضم لها كامل العضادي ما هوش قصد اني يقتلها بالسيف هضم لها كامل العضادي ما هوش قصد اني يقتلها في خاطر مقدمها للتشهادي كي شافها انغلبت عف عليها في دارها تمدت وبدات تصادي الجراح كل واحد يهطل بدماءها البيبان قلبهم قوم الحسادي باتم دمرة لا من ذاق شاءه البيبان غلقوهم قوم الحسادي باتم دمرة لا من ذاق شاءه من ند حظي كل بساف اللي راح ليهم قصائد حتى يصيب ناس العسى فتحوا الباب وخرج واحد قزن جباب الدوسة وعفى عليه ربي شهد قزن مصحاب الدوسة وعفى عليه ربي شهد القه جيب التحويسة فقال مرحبا يا سيد يا ابو من الضو والنعسة وراني مشوقك بالثماء الدم يا ابو من الضو والنعسق راني مشوقك بالثامت اده ضيفه بالياساء وتبشر ولاده وسعى اده نصف اللي صد عليه وخلاها السبق نصدق رسول الله حتى يصيب داهية العقل تنادي الجراح كل واحد يهطل بدماءه قال لها طبيب هنا في البلادي هذا طبيب عمري ما شفت دواه داواني وداوى خوتي وولادي
وبرا والجراح الحمد لله. قالت لو جيبوا لي ابو جادي ويلا بريت نعطي له مال الداها. سيد عبد الله نلعبها طبيب وراه داخليها يداويها. فقالت جيبوا لي ابو جادي ويلا بريت نعطي له مال الداها. فالحين راح ليها رهج الحسادي كشفت وهربت لهبات القاه. قالت له منين انت يا ذنبادي شكت فيك بن عم رسول الله. ثم دار ليها زنجار العادي بلسان كلمته يفهم لغه. انا بعد ما تعرفي شبل قديم وطني شم كان سمعتي ذكراه. انا طبيب لاقي يدك يا قديم نبريك بالعزم وش نستخفى. نبريك بالعزم وش نستخفى. اقرا عليها سكرت ويقول يا الله شافيها. اذا برت واستسلمت عيط اصلح ياتي منها. القت خير وقت صرعت ربي بنبلقها. ربها ربها شفت الجنة والنار نتشهد برسول الله. القت خير وقت صرعت ربي بنبلقها. ورالها الجنة فرحت ورالها النار قرحها. منو مناغت فرحنا بدواها الصدق مصدق رسول الله. فالحين راحت الراجلها وهي بمناد الوكا الدين. دخلت مفطن شي بيها بغت تقتلو في المرقد. بمناد في مناه وحا انفيقه الاغني شهد. بمناد في هواه منح انفيقه الاغني شهد. همزه نضشين الولها او نضب ويموت الترعى الدم. فقال قل لا اله وتباع بمحمد. قال ذي ما لا نذكرها الموت خير من لي شهد. ثم قتلوا للخنجر بالثاها الصدق مصدق رسول الله. الرسطر من الجثة روح غادي أخلت دار جدو زادت بابا أهم. هذا كلام بطبل يشكر في السيادي والناس الوصل العود مولا أهم. الله يرحم الشعر بطبل والله يرحم الشعر جميع.